Les amis, qu'on a tout le monde, nous acceptons des questions sur les réseaux sociaux. Il y a un sujet, il y a le jeu de Project Car. Salut les amis, je suis Fatoua. Donc, ma question est je me laisse. Ou je lève les manettes ou je lève le volant sur le simulateur. Mais dis, ماشي la question ديال فدوى كتسول شنو هو اللي احسن في اللعب واش بلي مانيت اولا بالفولون تبدا بان مانيت او ديبي من بعد تبدا بان سيمولاتور راه ماشي صعيب بزاف راه غير الا كنت عزيز على سوغان والطوموبيلات وداك الشيء راه سيمولاتور راه غادي يعجبها بزاف راه ما غاديش تخدم غادي ما تلعب بيه نشوفوا لا كيسيون تشانيل اللي صيفطها لينا مهدي السلام عليكم شحال غادي خصني باش انستالي سيمولاتور في الدار مع لي زيكرون ديالو هذه كاسيون مهمة ان سيمولاتور صراحة كيبدا ابارتيغ 600 يورو غير لو فولون اي لي بيدال 600 يورو اللي هي تقريبا 6000 درهم 6000 درهم بحال هكا تقريبا زيد لي زيكرون عندك شحال خاصني ندير لي زيكرون صراحة الا بغيت تبرع دير ثلاثة انا عندي جوج نقولوا جوج مازال خصنا ان سياج باكي عاد لا بواطا فيتاز اللي كتزاد اون اوبسيون مع لو فولون بلوس خص تكون عندك ديجا بلاي وتكون شاري لو جو انا كنقول هذا نقولوا تقريبا واحد 16 17000 درهم بحال هكا في الاول تقريبا وي شحال تقدر تكون اغلى كاين واصلين مازال دي سيمولاتور كي سون بلو بيرفورمون كي يكونوا فريمون ريال كي يوصلوا حتى 30 000 درهم تقريبا شكرا بزاف مهدي على كاع لا ريبونس ديالك مرحبا avec plaisir